ما كنتصورش في الذهن ديالي، يعني لما كنعاود نرجع المسار كنقول واش ما كانش خصك ربما لما كانت عندك 13 14 15 ومن بعد 17 عام والتحقتي والتحقتي بالحزب وغير ذلك، واليوم راه عندي كدا 40 سنه تقريبا 42 43 سنه وانا في صفوف حزب التقدم والاشتراكيه، واش ما كانش خصك دير حاجه اخرى؟ ما كنتصورش ابدا، كنتصور بعض الامور بالنسبه لحياتي الشخصيه، يمكن لي نقول لكم بانه كنتصور انني تاخرت في الزواج وان عندي بنت وحده اللي كتشكل يعني مرحله هذيك الي اليوم، لكن كنت كنتمنى انني تكون عندي وانا في سن يعني نكون شاب اكثر، يعني باش يمكن نطمئن نفسي ونطمئنها باش نواكبها. هذه امور كنفكر فيها بهذا النوع، لكن في الاختيار السياسي يمكن لي نقول لك بانه عمر في البال ديالي ما خطرت عندي الفكره انني ندير شي اختيار اخر، لا على مستوى المسار السياسي او بالاحرى على مستوى المدرسه السياسيه والحزب السياسي اللي يمكن نضل فيه. يعني من هذه الناحيه عمرني ما تاسفت. كتعرف بان اي اب بالنسبه للابن ديالو ولا البنت ديالو الا تبعت نفس الطريق كيكون معتز بذلك، حتى الا كان شي واحد مهندس معماري ولات بنته مهندسه معماريه كيعجبو الحال، الا كان هو طبيب ولات هي طبيبه كيعجبو الحال، الا كان ناجح، الى اذا 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 توفرت الظروف من اجل ذلك ساكون سعيد بهذا الامر. بالطبع اليوم انا انسان احترم الحقوق ديال الغير، وعلى راس الغير بنتي عندها حقوقها وعندها الحق في اختياراتها المستقبليه، لذلك قد أؤثر في ذلك بشكل ما، سأسعى إلى هذا الأمر. بقى صغيرة يلا عندها 10 سنين اليوم، أقل من 10 سنين، فبالتالي ما غنبداش ندير لها نحشر لها الأفكار منذ الآن، هي حرة غدا أن تكتسب الأفكار اللي كيبانوا لها صائبة. سأكون سعيد بأن تكون مهتمة بالشأن العام، سأكون سعيد بأن تكون مساهمة في مصاري بلادها، متعلقة بالوطن، عندها روح وطنية قوية، النبرة المغربية تمغربية تكون عندها في القلب. سأكون سعيد أنها تكون متمكنة من تقاليد بلادنا ولكن بأفق تحديثي. سأكون سعيد أكثر إن كانت ديمقراطية مرتبطة بالمساواة، مرتبطة بالعدالة الاجتماعية، عندها بعض الميولات إلى ذلك حسب ما كيظهر لي اليوم، وسأكون أسعد إن قررت فيما بعد أن يكون لها عمل سياسي وأن تدخل غمار النضال السياسي، وسأكون أسعد أكثر من ذلك إلى أن التحقت بصفوف حزب التقدم الاشتراكي، لكن عمرني ما غنفرض عليها هذا الشيء.